لكل عصر شياطين تدنسه ومن أشرهم في العصر عدنان المفتري كذبا من غير ما خجل لم ينج من إفكه صحب وقرآن أليس من قال والآذان تسمعه له بما قال إعلام وإعلان إني قرأت كتاب الله مجتهدا فلم يكن في كتاب الله تبيان أن الملائكة بالرحمن مؤمنة فأين في غافر آي وبرهان وقال في عائش قولا يحاسبه عليه رب شديد البطش ديان إن لم يتب توبة لله صادقة وهل يتوب امرؤ في الصحب طعان وفي معاوية خير الملوك له ذم قبيح وتضليل وأضغان وهل يسب صحابيا ويشتمه إلا امرؤ رافضي القلب شيطان إذا رأى خبرا في الشر أشهره لكنه لصحيح الفضل دفان ومن مخازيه ما يبديه من شبه بها ستعبد أموات وأوثان وحربه دعوة التوحيد في حنق كي لا يكون لها عز وسلطان ونفيه لغيوب صح نسبتها إلى الرسول ورد الحق خذلان نفى نزولا لعيسى بالهوى سفها وأن يرى الله في الجنات إنسان ودعمه كل ثورات مدمرة كذا ذاك أهل الهوى والسيف إخوان يا رب فاحجب عن الدنيا منابره فجوفه بخبيث الفكر ملآن يا رب فاحجب عن الدنيا منابره فجوفه بخبيث الفكر ملآن